منذ سنوات قابلت أحد التجار الأغنياء في البلد، فقال لي: سأخبرك بقصة عجيبة حصلت معي، وأنت حر تصدقني أو لا تصدقني. قلت له: تفضل. قال لي: رأيت في المنام على 3 ليال رجل لا أعرفه في مكان أعرفه، كأني أمر في هذا الشارع وأجد هذا الشخص المجهول يقف، ثم أتبعه فيدخل إلى بيته، ثم أنظر في بيته فلا أجد أي طعام في بيته. فلما استيقظت في اليوم الأول قلت: شيء عجيب، لا أعرف ما تعبير هذه الرؤية. قال لي: في اليوم الثاني أيضا نفس الرؤية بالضبط، هذا الشخص المجهول بالنسبة إلي يقف في مكان أعرفه، ثم آتي أنا ويمشي أمامي ويأخذني إلى بيته، فأدخل بيته فأجد بيته فقير وبيته لا يوجد فيه أي طعام. وفي اليوم الثالث رأيت نفس الرؤية، فقلت: عجيب هذه الرؤية، ما معنى تعبير هذه الرؤية؟ قال لي: والله تصرفت تصرف ممكن أن تقول عني مجنون. قلت له: ماذا فعلت؟ قال: ذهبت إلى السوق فاشتريت كراتين فاكهة وكراتين خضار، ثم ذهبت إلى السوبر ماركت واشتريت بضاعة كثيرة وأغراض وحاجات تلزم كل بيت، وانطلقت إلى تلك الحارة التي رأيتها في المنام فلم أجد ذلك الرجل. قال: ثم قلت في نفسي: دعني أذهب إلى نفس البيت الذي رأيته في المنام. قال لي: فمشيت ودخلت في تلك الأزقة فوجدت نفس الباب البيت الذي رأيته في المنام، والحارة نفس الحارة التي رأيتها في المنام، مع أني لا أدخل إلى تلك الحارة. قال: فاستعجبت. قال: ثم وقفت أمام باب البيت فطرقت الباب وقلت في نفسي: ماذا سأقول لهم؟ لكني طرقت الباب فخرج لي غلام صغير، فقلت له: أبوك موجود في البيت؟ قال: فانطلق الغلام وأحضر أباه. قال: فلما نظرت إلى أبيه قلت: سبحان الله، هو نفس الرجل الذي أراه في كل ليلة. فرحب بي وقال لي: ماذا تريد؟ قال: صاحبي، ترددت كثيرا، ماذا أريد أن أقول له؟ هل أقول له أنا أتيتك بناء على منام؟ سيقول عني مجنون. قلت له: ممكن أزورك داخل البيت، أريد أن أتحدث معك بحديث. قال: فارتاب مني ولكنه أدخلني إلى البيت، فجلست في البيت وجدت نفس البيت الذي رأيته في المنام، فاستحييت أن أسأله عن وضعه. قال: فجلست أبادله الحديث وأعرفه عن نفسي، فقلت له: هل أنت تحتاج شيء؟ قال: لا. هل ينقص عليكم شيء في البيت؟ قال: لا. قال صاحبي: فاستغربت، يعني الرجل أجده فقير جدا ولا يوجد في بيته طعام، والرجل الآن يقول لي لا أحتاج شيء. فقلت له: انظر يا فلان، أنا لمدة 3 أيام أراك في المنام. قال: تراني؟ قال: نعم، أراك تقف على باب الحارة فوق وآتي أنا وتأخذني في تلك الأزقة إلى باب بيتك، ثم أدخل في بيتك وأرى بيتك خالي من الطعام والشراب. فقال: أنت رأيت هذه الرؤية؟ قال: أنا والله لا أعرفك، ولكن بناء على هذه الرؤية أتيت وعبأت السيارة بالخضروات والفواكه وعبأتها بأغراض للسوبر ماركت، فبعد إذنك اسمح لي أن أنزلها إلى البيت. فتوقف الرجل صاحب البيت واستعجب من تلك الرؤية، والرجل طبعا عفيف إخوان الكرام، لا يحب أن يذل نفسه للسؤال ولا للصدقات. قال: فتحدثت زوجته في تلك اللحظة وقالت: والله لنا أيام، تقريبا 3 أيام لا يوجد طعام ولا شراب في بيت. والله هذه استجابة الدعوات، هو كان يدعو في ثلث الليل ويبكي ويدعو الله جل وعلا أن يرزق هؤلاء الصبية الصغار، فاستجاب الله دعاءه بأن جعلك تأتي إلى بيتنا. قال: فبكى زوجها بكاء مريرا من رحمة الله الكبيرة، ثم حضنه وقال له: بعد إذنك يا عم، لابد أن أنزل الأغراض في البيت. فأنزل الأغراض وفرح الأولاد جدا لأنهم لم يأكلوا منذ 3 أيام. قال صاحبي: ثم قلت لهذا الرجل: يا فلان، أنا منذ الآن فصاعدا بناء على هذه الرؤية لك مبلغ راتب مني كل شهر، في بداية الشهر تأتي إلى المكان الفلاني وتستلم مبلغا يكفيك إلى آخر الشهر، وأنا أشكر الله أن جعلني سببا في تفريج كرباتك. وبكى وبكيت أنا وتأثرت من هذا الموقف الشديد طيلة الجلسة، ويقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ويقول: ما أوسع رحمة الله، سبحان الله. قال: ولم أحب أن أحرجه كثيرا بالكلام، ثم استأذنت وانصرفت. قال لي: ما رأيك بهذا القصة؟ قلت له: سبحان الله، والله قصة عجيبة، قصة تدل على رحمة الله الكبيرة، قصة تدل على سعة رزق الله، لا أدري بأيهما أعجب، هل أعجب من هذا الفقير العفيف الذي لم يسأل الناس شيئا وإنما سأل الله جل في علاه، أم أعجب من هذا التاجر الغني الذي طبق تلك الرؤيا وفرح بأن الله اختاره من بين كل التجار ثم فرض له راتبا شهريا؟ كلاهما يستحق العجب مما صنع، سبحان الله.